محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية. مشرفين اولا، بارك الله فيك. الله يحفظك، شكرا. بغينا واحد التقييم اولا الخطوات الاخيره اللي عرفها القضيه الوطنيه فيما يخص مجموعه ديال الانجازات اللي تحققت، واخرها هو الاعتراف دوله اسرائيل بالصحراء المغربيه والقرار ديال فتح قنصليه على صعيد الداخل. شنو رايكم في هذا المتغير الاستراتيجي الهام في تاريخ الصناعه؟ بالفعل هناك متغيرات استراتيجيه فيما يتعلق بملف الوحدة الترابية، هناك دينامية دولية فيما يتعلق بدعم مبادرة الحكم الذاتي، بحيث أن عدد الدول التي تدعم اليوم هذه المبادرة الموصوفة بالجدية والمصداقية والواقعية بلغ 91 بلد عبر العالم، وهذا رقم يعكس مدى تأثير الدبلوماسية المغربية في أوساط دولية عديدة. وأيضا هناك بطبيعة الحال اليوم مواقف من قوى دولية وازنة لها حضورها الكبير، لها وزن جيوسياسي واقتصادي ودفاعي على مستوى العالم بحجم طبعا، وعلى غرار الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وهولندا وسويسرا وغيرها من البلدان في القارة الإفريقية والمجموعة العربية. فأتصور بأن هذه دينامية واسعة النطاق لدعم يعني المغرب وسيادته على الصحراء المغربية، وأعتقد بأن القرار الإسرائيلي بدعم المغرب وسيادته على الصحراء ويأتي في إطار هذه الدينامية ويتجاوب بطبيعة الحال مع ما جاء في مضامين الخطاب الملكي السامي في الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والتي أكدت على أن الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم ويقيس بها جودة الشراكات وصدق الصداقات. بالتأكيد أن الاعتراف الدولي أصبح بالنسبة للمغرب هدف استراتيجي، هناك عمل متواصل من أجل تحقيق مكاسب في هذا الإطار. واليوم المغرب يجني رؤية يعني الرؤية الدبلوماسية المرتكزة على الوضوح والطموح. ثم أيضا لا شك بأن يعني اليوم هناك إدراك من طرف المجتمع الدولي للحساسيات التي يعبر عنها المغرب بشكل صريح، لأن قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب هي مسألة وجودية، وأعتبر بأن يعني اليوم فالمغرب يقولها بشكل صريح أن العلاقات الجيدة مع أي طرف والاتفاقات الجيدة مع أي طرف والمضمون الجيد للتعاون مع أي طرف يمر بالضرورة عبر موقف بناء وإيجابي بخصوص ملف الصحراء المغربية. لاحظنا واحد الملاحظة أساسية. نعم. منذ اتفاق توقع ما بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل وقع واحد تأخر في استصدار القرار. المحللين كيعتبروا على أن هذا القرار اللي صدر كان مفاجئ للجميع. شنو هو اللي كيفاش ممكن قراءة هذا التحول اللي جاء بشكل مفاجئ والزمن اللي جاء فيه بالنسبة لكم كمحللين؟ أنا أتصور بأنه كانت هناك يعني محطات تمهيدية لهذا القرار، سواء على مستوى زيارات المسؤولين بشكل متبادل، سواء على مستوى حجم الاتفاقيات، بالتالي كانت هناك طفرة على مستوى يعني العلاقات الثنائية منذ توقيع الاتفاق ثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي. ولكن أقول بأنه المتتبع لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا المغرب، وخاصة مثلا رئيس الكنيسة الذي زار المغرب مؤخرا وعبر عن أن إسرائيل ستتخذ القرار بشأن مغربية الصحراء في القريب، كانوا يتوقعون بطبيعة الحال حصول هذا المتغير، وأعتبره هو متغير منسجم مع طبيعة العلاقات مع حجم التعاون في مجالات تجارية دفاعية أمنية ثقافية، وأيضا بحكم وجود جسر كبير يتعلق باليهود المغاربة. فأعتبر بأنه من منظور ثنائي ينبغي قراءة هذا التطور، لأن جاء في إطار دينامية متواصلة في العلاقات، لأنه لا يمكن أن نستحضر في هذا الإطار
تأثير الاتفاق الثلاثي. الاتفاق الثلاثي المطالبات المتعلقة به واضحة ويتم تنفيذها بشكل متواصل، وبعض الأمور لا زالت هناك انتظارات بشأنها. لكن فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي والقرار الإسرائيلي بدعم سيادة المغرب على صحرائه، فهو يقع في إطار مندور ثنائي العلاقات التي تتطور، واليوم بهذا القرار يمكن القول بأنها تنتقل إلى مرحلة أخرى. لكن المغرب واضح مع إسرائيل بخصوص موقفه الداعم والثابت للقضية الفلسطينية، فالمغرب يجعلها كقضية أساسية إلى جانب قضية الصحراء المغربية، وبالتالي فهو ملتزم بدعم مسار السلام في الشرق الأوسط. وطالما أنه له علاقات استراتيجية وجيدة مع أي طرف في الشرق الأوسط، فإنه سيكون مخاطب مقبول، وسيكون يعني طرف دافع لمسيرة السلام في الشرق الأوسط. لهذا أعتقد بأنه القرار الإسرائيلي قرار استراتيجي غير مسبوق، لكنه لن يؤثر على التزامات المغرب في قضايا أخرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.